يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا وحلقة جديدة ثلاث فقرات زي ما عودنا حضراتكم دايما. وفقرتنا الأولى هتكون عن الجمال وازاي نتغير للأحسن ونغير شكلنا ووشنا للأجمل. فقرتنا الثانية هنعرف فيها ازاي نغير جسمنا بقى ونبقى بنتمتع بجسم ممشوق ورشيق وجميل بدون أي عيوب. الفقرة الثالثة وهي فقرة بشرتك مع ماسي واللي بنتكلم فيها عن ماسي دورو جولد. هيكون لنا أسئلة كتير قوي النهاردة لكن لازم نروح لفاصل ونرجع نشوف فقراتنا اللي عندنا النهاردة بعد الفاصل. طبعا ده مشوار بالنسبه لك انك تروح تجيب الكوره، ما انت مش مهتم بجسمك خالص، ما تهتم بجسمك وصحتك مع المركز الطبي الدولي. المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب. أحلى واحدة في عين جوزك؟ عاوزاه يشوفك أجمل إنسانة في الدنيا؟ تعالي مركز نبض وكوني أنت الأولى دايماً في حياتك. مركز نبض، خبرة طبية بمنظومة عالمية. Massey Durogold is the most effective product for youthful-looking skin. It can take 10 years off your skin and revive it to be youthful again. Massey Durogold is a special product made of 23-karat gold, caviar, and 50 other ingredients. What are you waiting for? Get the youthful skin you've always been dreaming of now with Massey Durogold. With Massey Durogold, your skin is more precious than gold. Massey Durogold from Massey Farm, Egypt. سيدات كتير قوي اللي عايزة منهم تشد وشها واللي عايزة تملى وخدودها واللي عندها معرفش تجاعيد شكلها ازاي عايزة تداريها، يعني دي ملهاش علاقة بالسن خالص الحقيقة. يعني اكتشفت انه الموضوع من بيبدأ من 20 سنة لحد 70-80 سنة الشكوى دي موجودة. فاحنا طول ما احنا موجودين وبنسمع عن الحاجات اللي بتشد وعن الحاجات اللي بتملى والحاجات اللي كتير قوي بنسمع عنها، بس مش عارفين ايه عيوب كل حاجة وايه مميزاتها. فاحنا النهاردة هنتكلم عن التقنيات دي وهنعرف ايه العيوب بتاعتها وايه المميزات بتاعتها. لكن اسمحوا لي ارحب بضيفتي دكتور شيماء منصور، استشاري الجلدية والتجميل والليزر بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور شيماء؟ انا بحب الالوان دي عليك قوي يا دكتور شيماء. اثبتي على كده بقى. بصي دلوقتي احنا كتير بنسمع عن الحاجات اللي بتنفخ وتفضي وتشد ومش عارفه ايه والتجاعيد،
في ناس كتير قوي، شوفي احنا اتكلمنا عنها قد ايه، بس في ناس كتير قوي لسه مش عارفه معلومات كتير. لبس في الموضوع، في لبس كبير في الموضوع. وكمان في ناس بتبعت لي على الفيسبوك بتقول لي قولوا مميزات وعيوب كل حاجه. لو اي حاجه ليها عيوب برضو نقولها. خلينا نبدا بالحاجات اللي اكتر رواجا يعني او انتشارا في الحاجات دي. ايه هي الفيلر؟ اول حاجه، اول حاجه الفيلر. الفيلر ملهوش سن صغير، في بنات عندها دلوقتي 20 سنه قبل فرحة بتحب تعمل نيو لوك. مش هنقول نيو لوك، بيبقى ممكن في دفوهات بسيطة في وشها، فده مش عيب ان هي هتحقن فيلر، وبتبقى جاية مع مامتها وفي فعلا مشكلة. ايه اللي شفايفها رفيعة؟ ايه الدفوهات بقى اللي بنستخدم لها الفيلر؟ اول حاجة الوش الرفيع اللي نازل على ما فيش، مشطوف، فتلاقي البنت صغيرة 20 سنة 21 سنة فرحة وشها رفيع خالص. دي طبيعة وشها، مهما كانت تقول لك انا وشي ما بيملاش، فدي بتيجي قبل الفرح باسبوعين ثلاثه بنبدا ندور لها وشها، بنشوف فين وشها مفضي وببدا ارسمه. الفن في عالم التجميل مش اللي انا ارسمه باسطمبه واحده لكل الناس، لان اكيد مش كل وشوش الناس واحده. فانا بشوف هو الديفو، كل واحده بتيجي تقول لك انا عايزه وشي يبقى مدور، وهي ما ينفعش، ما ينفعش معاها الوش مدور بالظبط. فانا بشوف مقاييس دايما، مقاييس الجمال الوش نفسه ليه دايامتر، يعني المفروض يبقى لو هنقسم الوش بيبقى 3 تلات من تحت الحاجب لتحت الفم، من تحت الانف والنص التلت الاخير، يعني المفروض التلات اجزاء دول يبقوا قد بعض. فانا ببدا اعمل لها تقسيمه وشها على هذا الاساس. فبنشوف بقى وشها فاضي في اي تلت وبنبدا نملاه. الشفايف الرفيعه برضو بنات يعني انت انا يعني اللي الناس تعرفه انه الفيلر ده للحته دي، لا مش ده للشخصيه العاديه اللي وشها ايه عايزه تعمل فيه تاتش جمالي ووشها مليان من تحت. فانا برسم لها التشيك بوينتس في بوينتس معينه بنحقنها، اللي هي بتبقى الماكسيمم بروجكشن، اللي لما احقنها تدي يعني اكتر حاجه باينه في الخد، اللي بنرسم عليها البريشر دايما بنقول. اوكي دي لو واحده وشها عادي. طيب لو واحده عندها في وشها نفسه من هنا ما فيهوش، فاضي معضب، لا هبدا املي من تحت عشان حتى املي تدوير الوش. ساعات في عظمه هنا وبتبقى عندها العظمه هنا بارزه وبيبقى وشها فاضي من تحت. فانا لازم هملي هنا وهملي تحت. اوكي في ناس بنات شفايفها صغيره خالص، رفيعه جدا جدا قبل الشفايف، في ناس عندها دي داخله لجوه، دي بتبقى بالظبط، دي بتبقى داخله جوه، او شفتي بيبقى هنا في خط بيبقى داخل لجوه قوي التشين، او مثلا مراخيرها المراخير كبيره فمضطريه ان انا اعمل لها تناسق في وشها، فاقوم مزوده الحته اللي تحت دي فعشان تبقى متناسقه مع الانف بتاعها. فكل الحاجات دي انا يعني كل المشاكل دي بتتحقن بالفيلر. كل ده فيلر؟ ده كله فيلر. تدويره الوش، زياده الدقن، الخدود، الانف، كل ده فيلر. لو واحده حاسه ان ملامحها مش متناسقه مع بعض دي بتتحل فيلر، مش هتتحل لا خيوط ولا بوتوكس، لان هو الفيلر اللي في ايديا يملى حتت عشان ما تخليش مثلا الانف ظاهر كبير، ما يخليش لو واحده شفايفها كبيره قوي اما ملامحها ممكن نملى الخدين ونملى من تحت عشان تبقى متناسقه. واحده عندها الدقن كبيره، لا انا هملى الشفايف. فالتناسق في الوش تسمي. ده التناسق في الوش ده انا بعمله بتقنيه الفيلر، هو اللي بيملى الفيلر. بنات كتير، لا يا دكتوره قولي الشفايف، الشفايف هو المفروض يبقى اللي فوق قد اللي تحت؟ لا هي دايما في يعني هو الطبيعي ان الشفايف اللي تحت الشفايف اللي تحت بتبقى اكتر من اللي فوق، بس بنسبه ايه التلت والتلتين. لو بصينا في الصوره اللي معانا السيده اللي معانا فوق ما فيش شفايف فوق اصلا، يعني هي مش متناسقه معاها تحت، انا زودت لها فوق وتحت بس برضو حافظت على نسبه ان اللي فوق ارفع من اللي تحت. فهي برضو دي صورة تانية، لو تبهنا هنلاقي ان الشفة من ناحية الشمال كانت مفيش فوليوم، تحسيها ايه متاكلة من ناحية الشمال، ده دي فوق فيها ان شفايفها من تحت كلها مش نفس السوا. فدي ناس كده عندها شفايفها فعلا في طبيعتها بتبقى نازله فيها مشكله. في ناس اصلا نص اليمين مش نص الشمال، هو في فروقات لاي شخص بس بسيطه، معظمنا عندنا فروقات بس البسيطه في ناس قوي. في ناس بتبقى باينه، بيبقى في وش مليان ووش مشطوف تماما. فالوش اللي فيه مشكله بنبدا نمليه بالفيلر، ده مش بيتعدل لا بخيوط ولا بالبوتوكس، ده بيتحسن فيلر فقط. تمام. بتهيألي الخيوط والبوتوكس تجاعيد بقى، مش تجاعيد برضو، انا بصلح بالبوتوكس والفيلر عيوب، يعني الناس اللي عندهم العصب السابع وجفن العين نزل او الحاجب نزل فدي بتتصلح بوتوكس، يبقى ده مش تجميلي خالص، ده انا صلحت عيب حصل مع الزمن
من اي حاجه. فبرضو البوتوكس والفيلر علاقه بقى دي تجميل ده؟ لا مشكله. لا لا. دي مشكله مرضيه حصلت لها اصلا لا قدر الله بعد الشر عن الساده المشاهدين. العصب السابع بيقفل العين بيقفل. في ناس بيبقى عندهم توزز الجفن نازل، فده بنرفع الجفن وبنرفع الحاجب بالبوتوكس. فده برضو البوتوكس انا بصلح بيه عيوب. في ناس مع العصب السابع او لا قدر الله بيبقى وشهم زي ما بقول لك النص اليمين مش الشمال، فتلاقي البق ده نازل، فانا لو مليت معوج هو ده بالظبط. فحتى لو اتملى فيلر هيتملي بس بالعوجه، فانا هرفعه ازاي؟ ده بقى الخيط. باجي اركب الخيط من فوق واقوم شده النص اليمين كله، فيقوم رافع العوجه او النازله اللي الفم نازلها. طيب انا عاوزه قبل ما نسيب الفيلر استخداماته الثانيه كتجميل، يعني انا اسمع انه في الانف ممكن من غير عمليه تجميل في الانف بالظبط يستخدم الفيلر. الناس اللي عندهم عظمه الانف مكسوره بيبقى عندهم النتق او مش مكسوره، في ناس عندهم بنقول عليها كيفوزز، يعني عظمه الانف دي بارزه في حته، فبنملى فوق وبنملى تحت ونسيح الفيلر كله بحيث نقفل، يعني نخلي عظمه الانف دي كلها على سوى واحد بدل ما تدخل جراحه وتنحت العظمه دي. في ناس بتبقى عندهم برضو الانف من تحت مفتوحه شويه، فانا باجي على جناب الانف وبحقن فيلر كميات بسيطة في أماكن معينة بحيث إيه؟ إن لما دي تملى من الجناب تضغط عليها فتزخر الأنف، فأنا بستعملها برضو في تجميل الأنف. الناس اللي تحت هنهم داخل قوي فيلر بيظبط زي هالات سودة كده، الهالات السودة، وفي ناس ما بيكونش معهم هالات سودة بس بيبقى فيه تجويف قوي جدا تحت العين، فمع الفيلر تلاقي فيه خطين نازلين تحت مع التصوير أو مع الانف اهي. دي الانف، شايفه الانف كان فيه داخله لجوه في الاول مش نازله سوى واحد. دي اتحسنت بالفيلر. ففي الفيلر مش دايما بنقول عليه تجميلي، هو تجميلي، هو ساعات بيبقى علاجي وساعات بنصلح بيه ديفوهات في الوش في الوجه، فعلا ديفوهات جامده وبتبقى عامله ازعاج لصاحبتها بدل ما بندخلها عمليات وتدخل في جراحه. لا بتتصلح بالفيلر. ساعات في ناس لا قدر الله برضو بتبقى عامله حوادث وعندها الخد ده خلاص دخل لجوه جزء من اللحم اتفقد بالظبط كده، فيلر ده برضو بيتملي فيلر. طيب هل ليه اي سايد افكتس؟ هل بعت لي بيقول لي انا وشي حساس مثلا، وشي تعبان، في اي سايد افكت؟ والله الفيلر ماليه سايد افكت الا في حاله واحده بس، لو اتحقن غلط. بس يعني عشان نبقى الصراحه مع نفسنا ومع المشاهدين، هو زيرو سايد افكت. هو هيرونيك اسيد، يعني ماده جلدنا بينتجها من تحت موجوده في الجلد، مش ماده كيميكال خالص انا بدخلها غريب على الجسم فالجسم هيرفضها. عندها سكر، عندها ضغط، عندها حساسيه، ده لا يمنع من حقن الفيلر. بس الفيلر لو مش دكتور اللي حقنه وعارف توزيع الشعيرات الدمويه البلاد فيزلز بتاعه الشرايين والاورده بتاعه الوش هيحقن فيلر غلط، فده في الحاله دي ممكن يقفل وريد فيعمل لا قدر الله بقى مشاكل. هو ده الحاله الوحيده يا جماعه اللي الفيلر ممكن يعمل مشاكل لو الدكتور مش شاطر، مش شاطر او مش دكتور اللي حقنه بقى. يعني والله هم فين يحقنوه؟ لا انا بسمع دلوقتي بيوتي سنتر بتحقن الفيلر. لا لا لا، هي معلومه بس انه الحاجات دي الفيلر والبوتوكس والحاجات دي ما بتروحش، يعني الشركات بتاعتها ما بتديش غير لدكاتره التجميل. دي البراندات القويه اللي انا المراكز اللي هي ذو ثقه زي المركز الطبي بيتعامل فيها، يعني انا البراند اللي بستعمله فرنسي او امريكي. فدي الشركه عمرها ما هتنزله في كوافير، لكن للاسف الماركت بقى موجود فيه حاجات صيني باسعار فدي بتروح للكوافير. فدي بتعمل مشاكل، فهي الماده رديئه، مع ان الدكتور ما يعرفش لا توسيعه الاعصاب ولا يعرف توسيعه الشرايين والاورده بتاعت الوش. ببساطه الفيلر ده ماده لزجه زي الاسفنجه بتشرب ميه من تحت الجلد، لو دخلت في وريد هتقفل الوريد فمش هيمشي. ارجوكوا يعني بلاش انتوا فاهمين بقى، بلاش خلينا نتكلم. طيب خلينا نشوف بقى البوتوكس، والبوتوكس من الحاجات المهمه. يمكن انت قلتي انه بتستخدميه لحالات كمان ممكن تكون عندها حاجات عيوب او مشاكل في الجلد. مش دايما بنقول الشق التجميلي، ان احنا قلنا دايما ان هو بيستعمل في علاج التجاعيد اللي في البدايه اللي بتبقى حركيه مع الحركه. لكن البوتوكس ليه شق علاجي زي ما قلت انا، بيرفع بيه الحاجب، بنرفع بيه الجلد. احنا هنعرف الشق العلاجي بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحدة كان عندي مشاكل الحقيقة في بشرتي، كان عندي سواد تحت عينيا مع ترهلت في منطقة الخدود مع يعني خطوط عميقة بدأت تظهر بصورة جديدة حوالين الأنف والفم، وكنت الحقيقة متخوفة جدا إن أنا أعمل أي حاجة، لأن ما كانش لسه فيه يعني توعية كبيرة لمراكز التجميل. لكن بعد ما شفت الحقيقة المركز الطبي الدولي، وكان فيه الدكتورة شيماء منصور، الحقيقة عجبتني جدا في إن هي بسطت الموضوع بإن هي خلت الواحد يحس إن ممكن يعمل يعني أي حاجة في بشرته بدون جراحة بدون خوف، لأن طبعا الوجه أو الوش يعني بيبقى الواحد متخوف إن يحصل فيه أي تشوهات نتيجة مثلا مواد مش معروف مصدرها. فوجدت الحقيقة إن المركز الطبي جيت لها هنا وشفت المركز، لقيته على مستوى عالي جدا من النظافة، الأجهزة بتاعتهم حديثة جدا، المواد اللي بتستخدم للبشرة مواد أصلية، غير طبعا الواحد عنده ثقة في الدكتورة اللي بيختارها، فدي كمان عامل مهم إن بيرفع من روح الواحد إن هو خلاص بيسلم نفسه، وهي طبعا بتشوف المشاكل الموجودة وإن شاء الله أتعشى من هي تحلها لي بدون يعني بدون ما يحصل أي تغير لا في الشكل، بل يكون الشكل أحسن من دلوقتي. السيدة اللي معانا زي ما احنا شايفين كده في عندها مشاكل اتحكي، هنلاقي في هنا تجاعيد ظهرت حوالين العين وتحت العين رفيعة، في عندها تجاعيد في الجبهة فوق، كشري كده التجاعيد الحركية هنا بدأت ظهرت عندها، عندها هنا خطين عميقين تحت الأنف وعندها خطين تحت الفم، دولت النازوليبيال لاين واللي هنا الماريونيت لاين، دولت هنركب فيهم خيوط عشان الخيط يشد لي الخد كده تاني، وهنركب خيط من تحت برضو عشان نشد الوجه، فهنركب الخيطين هيشد لنا الخد كده لورا، هنحقن بوتوكس حوالين الفم عشان الخطوط الرفيعة اللي ظهرت عندها، هنحقن لها فيلر عشان نعمل كونتورنج للشفايف، هنحقن بلازما وميزو بوتوكس تحت العين عشان السمار اللي تحت العين والخطوط الرفيعه اللي بدات تظهر لها، هنحقن بلازما في البشره كلها عشان نرجع نضاره البشره تاني. طبعا يا دكتوره شيماء، الحاله اللي احنا شفناها في التقرير دي زيها ستات كتير قوي انت بتقابليهم في حياتك، صح ولا غلط؟ بالظبط. احكي لي بقى سريعا كده انت عملت لها ايه بالمشاكل؟ زي ما احنا شفنا في التقرير انا استعملت كل التقنيات تقريبا التولز اللي في ايديا، يعني هي حقنت بوتوكس، فده عشان التجاعيد اللي كانت في الجبهه حوالين العين اللي حوالين الفم دي كلها كانت اتحلت بالبوتوكس. بس تجاعيد البوتوكس خيوط. دي كانت لما بتعمل حركه احنا عايزين نقول ان البوتوكس ده لما بنعمل حركه بس بالزبط. لكن التجاعيد اللي خلاص فضلت لا مش هيشد، وانا مركبه لها خيوط، يعني انا ركبت خيوط، حقنت بوتوكس، حقنت فيلر، حقنت بلازما للنضاره، حقنت ميزو بوتوكس تحت العين، حقنا حاجات للدارك هالوس او الاسمرار تحت العين، دي كلها تقنيات مختلفه. الترهل ما كانش ليه حل غير شايفه وشها من تحت كان نازل ازاي، يعني بصي الناحيه الثانيه اتشدت، خدها كان نازل، خدها اترفع. ده خيوط، وشها كله مشدود خيوط، الخدين والفك من تحت والرقبه ده كله مشدود، صغرت خيوط. قوي صغرت بتاع 20 سنه خيوط. الخيط شد الوش فرجع تدويره الوش لورا. هي مش حقنه فيلر الا في الشفايف، الفوليوم اللي حصل في الخدين ده من الخيط.
حقن بوتوكس، حقنت بلازما نضارة للبشرة كلها، حقنت حاجات تفتيح للهالات السوداء اللي كانت تحت العين عندها. بس الخيوط ليها صلاح يعني ليها مدة وبتخلص مع خمس سنين، من 3 لـ5 سنين مش أقل من كده، لأن الخيط بيبدأ يدوب بعد 4 شهور، فبيبدأ النتيجة بتاعته تزيد بعد الـ4 شهور مش بعد ما بنركبه على طول، لأن هو بيتفاعل مع طبقات الجلد وتكوينة الجلد نفسها عشان يفضل يخلي الجلد يشد مع نفسه من تحت. هي أي حد بيركب الخيط بيقول لي يا دكتور أنا حاسة إن وشي مشدود من جوه. فده تفاعل الخيط مع الجلد من تحت بيشد لها البشرة لفوق، فبيغير من خامة الجلد نفسها، بتحس ان الجلد بقى احسن، بيبدأ يتشد كيرف الوش بدل ما هو مترهل، لا بيبدأ يتشد لفوق، فبيعد دورة الوش من تاني. دي بتنفع للناس اللي عندها تجاعيد شديدة شوية في مرحلة الترهل، الخيط بيركب في مرحلة الترهل. وأنا زي ما بقول مش كله حاجة تجميلية، فيه علاجية، زي الناس اللي بقولك بيبقى الفم نازل أو معوج، ده بيتركب له الخيط فبيشد النص اللي فيه يعني صائد، فبيبدأ يرفعه لتحت، فده برضو شق علاجي مش تجميلي للخيط. ده بوتوكس بقى الخيط نفسه بيشد الناس اللي بيبقى الفم نازل، فلما بنركب خيط اللي هم اللي بيحصل لهم العصب السابع وشهم بيتعوج، ده بيتصلح بالخيط. طب احنا عاوزين نعرف برضو هل في سايد افكتس، هل في اي مشاكل، هل في اي بس كل التقنيات اللي احنا بنتكلم عليها ديت ما بتنزلش ولا بنبدا نستعملها الا لما تبقى منظمه الصحه والدواء والاكاديميه الامريكيه للتجميل جربتها وعملت عليها ابحاث، والا مش هينزلوها الماركت. فمن ناحيه سايد افكت للتقنيات نفسها لا، لكن زي ما بنقول كل حاجه، لكن طريقه استخدامها بالظبط لو هي غلط، لو مش دكتور هو عارف داخل فين في طبقات الجلد وماشي ازاي، هو اللي هيعمل لها الكومبليكيشن. لو المكان مش كويس ما فيهوش تعقيم بالظبط نظافه، يعني انا عايزه اقول ان اكتر مشاكل بنشوفها تبقى انفكشن. ليه؟ لان المكان مش نظيف، لا اما مستعمل حاجات ادوات حد، لا اما السرنجات مش معقمه، هي المشكله بتحصل من التعقيم. فلازم نروح لاماكن موثوق فيها مش هيحصل فيها مشاكل. دكتوره شيماء بشكرك ومبسوطه بيكي دايما، ودايما خليكي في الالوان الحلوه دي. ميرسي لضيفتي العزيزه دكتور شيماء منصور، استشاري التجميل والجلديه والليزر بالمركز الطبي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معانا دكتور اشرف سمعان، هنروح نشوف حالات خاصه بالمركز الطبي ونرجع نشوف دكتور اشرف سمعان. سما وابراهيم وغريب طبعا كلنا فاكرينهم كويس، وشفنا التقرير ده كتير، وكنا عارفين ان سما بتواجه مشكله كبيره جدا وهي بتشتري لبس، ومتضايقه كمان من شكلها قدام الناس. مناطق مضايقاني في جسمي عشان كانت مليانه، لفيت كتير قوي عشان احاول انزل المناطق دي، وحاولت كتير اعمل دايت بس ما فيش حاجه اثرت خالص، لحد ما رحت المركز الطبي الدولي. انا يعني فكرت كتير عشان انا فعلا لو انا كنت بعمل شوبينج الموضوع ده كان بيضايقني جدا، كان في حاجه كتير قوي بتعجبني ما بعرفش اجيبها، ولما اعمل مجهود قليل بنهج جامد، كان في كذا حاجه مضايقاني بسبب المناطق الزايده ديت. فقررت ان انا اعمل العمليه، فعلا عملتها. بعد العمليه طبعا الموضوع اختلف تماما، اي حاجه كانت بتعجبني على طول بجيبها، مفيش اي مشكله كانت بتقابلني خالص، وجسمي كمان بقى كويس جدا، فرق في الشكل، فرق في كل حاجه، في الراحه النفسيه عامه الموضوع بيختلف تماما بعد ما الجسم بيبقى كويس ومظبوط. يعني ابراهيم اللي ما كانش بيعرف يوطي عشان يصلي بسبب حجمه، كنت بعاني من مرض السمنه في منطقه البطن والاجناب، ما كنتش بقدر امشي، ما كنتش بقدر اوطي عشان اصلي، في الركوع وفي السجود بيجي لي كرشه نفس. دلوقتي بقيت الحمد لله بقدر امشي وبقدر اصلي وبقدر اعمل كل اللي انا عاوز اعمله من غير منهج، من غير ما يجي لي كرشه نفس. ودلوقتي الحمد لله بقت جسمي ستايل كويس وشكل كويس جدا. اما غريب كان دايما بيلبس لبس اكبر من سنه. كانت من اكبر المشاكل اللي في حياتي مشكلتي مع مرض السمنه دوت، كان وزني 105 كيلو و300 جرام،
كانت مسببه لي مشكلات كتير قوي في حياتي، من اهمها طبعا موضوع اللبس. كنت بلبس حاجات اكبر من مقاسي بكتير واكبر من سني بكتير، ما اعرفش البس زي اصحابي، ما اعرفش ابقى زيهم. كانت مضايقاني في حاجات كتير، ما اقدرش لو مشيت حاجه بسيطه انهج بسرعه. كانت مضايقاني في حياتي في حاجات كتير جدا، والحمد لله ان انا بقدر دلوقتي البس اللبس اللي انا عايزه في اي سايز وفي اي مكان. بقدر اشتري لبس، كنت بروح اماكن معينه وكان الموضوع ده بيضايقني كتير. انا ما كنتش اتوقع كده خالص، يعني اكل طبيعي خالص اكتر من اللي كنت باكله، بس بتنظيم وبسعرات معينه واوقات معينه. هي دي الحاجات اللي ساعدتني فعلا ان انا انزل في الوزن. بس مش هو ده اللي احنا جايين نقوله النهارده. احنا جايين نقول ان المركز الطبي هو المركز الاكبر في مصر في جراحات التجميل وشفط الدهون. فاحنا بس بنقول لناس كتير قوي ابعد اليأس عنك طول ما في مكان زي المركز الطبي. خلي عندك دايما امل انك تقدر توصل للشكل والجسم اللي انت بتحلم بيه. شكرا للمركز الطبي اللي بيساعدنا نرجع ثقتنا بنفسنا. سابقا كنا اتكلمنا عن الشد وعمليات الشد واتكلمنا عن شد البطن، بس ما كناش كملنا كلامنا عن شد باقي اجزاء الجسم، لانه في اجزاء مهمه جدا زي الدراعات زي الرجلين زي الظهر. فاحنا النهارده هنكمل كلامنا عن شد الترهلات، لانه ده مهم قوي وفي ناس كتير الحقيقه بتعمل شد ترهلات مع غير متخصصين، ها، وبتبقى النتيجه مش مبسوطين منها. فاحنا ازاي هنعرف النهارده ازاي الشد المظبوط بيكون شكله ازاي، اللي المفروض يتعمل فيه علشان تبقى النتيجه ناجحه. بس اسمحوا لي ارحب بضيفي دكتور اشرف سمعان، استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور اشرف؟ انا سعيد بحضرتك. ما لحقناش الحلقه اللي فاتت نكمل كلامنا عن الشد، احنا قلنا شد البطن بالظبط صح كده، بس نسينا نقول حاجه، انه ليه في ناس ساعات بتروح لدكاتره معرفش فين بقى ويبقى الشد مش مظبوط يا دكتور؟ هقول لحضرتك، يعني عموما احنا بنكمل كلامنا عن الشد لان الشد دي حاجه مهمه جدا، والتسرع فيها بيجيب نتائج سيئه. ده اللي احنا عايزين نقوله. او برضو مثلا امتى نختار المريض بتاعنا اللي هنعمله شد ترهلات بطن؟ مش اي مريض مثلا عنده شويه ترهلات في بطنه نروح مدخلينه عمليات نعمله شد ترهلات بطن على طول. ما هي مش قضيه، مسهله جدا ما فيهاش مشكله خالص. وعلى فكره احنا من احسن الناس اللي بنعمل شد ترهلات بطن يعني على مستوى مصر، والكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان تتعمل صح، لان الكلام ليها ستيبس معينه. ليها ستيبس معينه فيها. انا لسه كنا شغالين حلقه اول امبارح يعني كانت مبهره. يعني حتى الناس اللي استاف العمليات كله وقف يتفرج. ماشي. فاذا مش القضيه ان انا اعمل شد ترهلات، ما كلنا بنعرف نعمل شد ترهلات، مش قضيه خالص. وعايز اقول للناس انه الشد يا جماعه مش انك تروح لدكتور يقول لك ايه ده انا هشيل لك الحته اللي تحت دي اقصها لك وكده خلاص شكرا البطن اتشدت. لا لا مش ده خالص. يعني شد الترهلات دي خطوات، وخطوات لازم تتبع كامله وليه اهداف. وما ينفعش زي ما احنا قلنا قبل كده، ما ينفعش مثلا تبقى المريضه وزنها 120 كيلو او مريض وزنه 120 كيلو ويجي يعمل شد ترهلات بطن، لان المريض مش هيستفاد. انا لسه شايف حاله من كام يوم عامله شد ترهلات بطن وجايه عشان بتقول ان هي طلع لها حاجات هنا. ايه كلاكيع؟ يعني لما كشفنا عليها لا لانها فتق مكان جروح قديمه وحاجات زي كده. ماشي. اذا المريضه ما استفادتش حاجه، يعني طلع لها فتق كمان مكان العضلات، لان يظهر العضلات اتشدت بزياده او اتمزعت لان وزنها عالي. هو ده اللي دايما بناكد عليه. يعني وكمان ما اتصلحش الفتق ده اثناء العمليه، ظهر بعد العمليه وهي كانت بتحاول تدور على وسيله معينه تصلح بيها الفتق. الحاجه الثانيه بنشوف برضو كتير، يعني موضوع شد ترهلات البطن ده العمليه مش مظبوطه، الجنبين اكتر حاجه طبعا ما بتبقاش مظبوطه. ساعات بيشيلوا الصوره كتير جدا، يعني ما اعرفش ليه. ايه ده؟ يعني تبقى البطن كتير كتير على فكره بنشوفها. وده تجميل كتير. يعني انا عايز اسال سؤال، ده تجميل؟ انه دكتور تجميل اللي ممكن لا يعمل كده؟ بنشوفها كتير على فكره. الحاجه الرابعه كمان اختيار السيء للعمليه والمريض. يعني مثلا المريض اللي وزنه عالي ما ينفعش اعمل له شد ترهلات، او المريض او المريضه اللي ما عندهاش ترهلات تستدعي ان انا اعمل لها العمليه. يعني لازم اكون مضطر ان انا اعمل العمليه. ايوه. يعني ما يبقاش مثلا كلامنا يلا نعمل عمليه، يلا مش مشكله انا عايز اعمل شد يا دكتور يلا نعمل شد. لازم الدكتور يبقى يقعد يشرح للمريضه ويفهمها العمليه دي هتبقى ازاي، والجرح هيبقى شكله ايه، والدرنع اللي هتتركب بعد العمليه، وخطوات العمليه. يعني كل ده لازم يوضح للمريض في المقابله. غير كده ما ينفعش.
ما ينفعش ان انا اقول ولا يزود في الكلام ولا يهون في الكلام بالزبط. يقول الحقيقه زي ما هي. يعني ما ينفعش اقول للمريضه تعملي شده ترهلات. انا شفت مريضه كده على فكره راحت للدكتور قال لها انا اعمل لك شده ترهلات وتروحي في نفس اليوم. ده فين ده؟ لا لا دي مش ده فين صح. وكانت حاجزه سفر بعدها بكام يوم واضطرت طبعا تلغي السفر والفيزا بتاعتها انتهت وكلام زي كده. يعني ما فيش حاجه اسمها شده ترهلات بطن تروح في نفس اليوم. هو شفت الدهون تروح بالزبط. في نفس اليوم ما فيش مشكله. نبقى صراحه مع بالظبط نبقى صراحه. بتقعد قد ايه يا دكتور يمكن؟ بتوع يوم ما فيش مشكله بتروح تاني يوم بس ما تسافرش. بس بتبقى لسه شويه بيبقى في درين درين درنقه كده. بتقعد كام؟ اربع خمس ايام. ما ينفعش تسافر مثلا بالدرنقه. ما ينفعش يعني هي تروح تاني يوم لكن ما تسافرش. ده اللي احنا عايزين نوضحه. نكمل كلامنا عن شد الترهلات. احنا احنا بس الحاله دي مش عامل لا 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 كل ده ما عملش شد على فكره. كل ده شفط. كل دول مش عاملين شد. ده شفط بس. طيب انا عاوزه اتكلم عن حاجه مهمه قوي وهي شد الرجل. شد الفخذين. شد الفخذين. شد الفخذين. انا طبعا من الناس اللي هو متحفظ جدا في شد الفخذين. ما بعملوش الا لما اكون مضطر زي ما احنا قلنا قبل كده. امتى ابقى مضطر؟ دايما شد الفخذين بيظهر لما المريضه تبقى مليانه وخست. عشان نبقى متفقين تلاقي الركب فيها تلاقي بالذات الناحيه الداخليه والرجل الداخليه من جوه بالظبط خالص مليانه مش سلوليت بقى تانية. لا ده بيبقى لا دهون قصدي جلد بالظبط كده تانيات كده تانيات ودايما بيبقى في الناحيه الداخليه غالبا. في ناس بتعمل جرح من فوق زي على الجروين كده اللي هو زي خط البكيني بيشد من فوق. لكن في الاغلب بنحتاج ان احنا نعمل خط طولي من جوه الفخذ. بس ده طوله يكون قد ايه يا دكتور؟ يعني ممكن قبل الركبه بشويه يعني على حسب حجم الترهلات. لو هي حاجه بسيطه بينتهي عند نص الفخذ. اوكي لكن ساعات بنحتاج نطول شويه. لكن الجرح اللي فوق لو جروين ده ما يشدش الفخذ كله عشان ابقى متفقين. يشد من جوه بس بالظبط او يشد الجزء اللي هو اللي فوق بس يعني لما ارفع كده. لكن عمره ما يجيب كل الدهون اللي او الجلد المترهل الداخلي. يعني انا بوضح للمريضه ان الجرح هيبقى مكانه كده وطوله كده. تمام اوكي هيبقى خط وهي ليها حريه الاختيار طبعا بالظبط كده. اوكي لكن هو مثلا الخط ده هيبان او ما يبانش. طبعا الحمد لله يعني الجروح بتاعتنا كويسه جدا ومحدش اشتكى منها خالص على فكره. وعملنا شد ترهلات الفخذين ده لبنات كتير انسات. يعني انا يمكن 80% منهم انسات بالظبط. هي عمليه بسيطه وجميله جدا يعني بالنسبه لشد ترهلات الفخذين ونتائجها 100%. يعني ايه 100%؟ يعني الفخذ بيرفع وبيبقى مفرود مشدود كده مشدود. يعني مش بس بيرفع ما ممكن ارفعه بشفط الدهون. لكن مش مشدود لازم يكون بيرفع الكونتور بتاعه كله بيصغر وكمان مشدود ومفرود. هو ده الهدف من عمليه شد ترهلات الفخذين. الحمد لله يعني عملنا كام حاله مثلا الايام الاخيره دي وكلهم بنات على فكره كانت النتائج هايله. طيب في الجزء الاسفل في حاجات تانية ممكن تتشد غير شد ترهلات الفخذين. بعد كده في شد ترهلات الظهر. احنا عملنا عندنا عندنا برضو عملنا شد ترهلات الظهر كام مره يعني مش قليلين وخاصه في المرضى اللي بيبقى عندهم تنيتين كبار قوي في الظهر. لما بيخسوا يعني احنا عملنا شفط دهون وعملنا مثلا والمريضه عملت بالون والكلام ده كله لكن في جلد ما زال مترهل. اول مريضه دي لو خست مثلا باي جراحات سمنه الجلد المترهل اللي في الظهر ده ليه شد. يعني في ناس تقول لك انا رحت للدكتور مش عارف مين وقال لي لا ما ملوش الكلام ده شد. لا ليه شد. ليه حاجه اسمها باك ليفت. بيبقى الجرح عند خط البرا زي حرف سي كده. اوكي مكان اساسا اللي هم التانيتين بالظبط مكان البرا مكان خط البرا واحد كده وواحد كده. بيشد الظهر وبرده من العمليات يعني انا مؤمن جدا بيها اللي هو شد ترهلات الظهر ده لانها بسيطه لان انا ما بفتحش عضلات على فكره. انا بمجرد بشيل جلد وبقفل مكانه بس كده. بيبقى الخط جميل جدا على فكره في المنطقه دي ما بيبقالوش اثر على فكره خالص وكمان متداري في البرا. يعني حتى ايفن هي لو لبس بكيني مثلا قطعتين او حاجه زي كده ما بيبانش خالص. هو حتى يعني ولا اللي انا ملاحظاه انه كل الجروح بتاعتكم بتكون هيدن يعني بالظبط. احنا بنختار طبعا مكان يعني الجرح ما بتعملوهاش باينه بالظبط. بدليل يعني انه في نجمات عالميات كتير قوي احنا بنشوفها يعني حضرتك مثلا عادي وبيلبسوا مايوه عادي ومش باين اي حاجه ومش باين انهم عاملين اي حاجه وبيبقوا عاملين على فكره شد بطن وكل حاجه عاملين كل حاجه مفيش مشكله بس خالص. هي اللي ممكن تبان شويه اللي هي الرجل بتاخد وقت على ما لا هي في الناحيه الداخليه من جوه ما بتبانش على فكره وهي واقفه خالص. يعني فعلا ما بتبانش. انا لما بوري المريضه بقول لها ده الفخذ مثلا بعد العمليه
بتسالني فين الجرح. يعني هي نفسها ما بتبقاش واخده بالها الجرح فين، فانا بقول لها لو دققتي هتلاقي الجرح في المنطقه. هو مع الوقت الميزه انه يعني مثلا في خلال 6 شهور ولا 7 شهور مش هيبان خالص، ما بقى ما تبانش خالص، ده مش هيبان نهائي. لا 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 نهائي على فكره، ما فيهاش اي مشكله خالص. والدراع سريع، الدراع احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت هنت سريعه كده، وقلنا لازم نفرق ما بين سمنه الدراعين بيبقى الدراع كله تخين مع بعضه، او اذا كان في ترهلات، وقلنا بنخلي المريضه ترفع ايديها كده لفوق، ولو في جلد نازل يبقى دي محتاجه شد ترهلات. طيب ازاي بيكون شد ترهلات؟ اوكي، شد ترهلات الذراعين من اسهل العمليات تقريبا في عمليات الشد واكثرها انتشارا كتير، شايفه ناس انا عامله شد ذراعين، وخاصه ان شد ترهلات الذراعين مش لازم المريضه تكون وزنها قليل، ده احنا عايزين نقولها، يعني ممكن تبقى مليانه او وزنها عالي وتعمل شد ترهلات ذراعين، لان ملوش علاقه ببقيه الجسم بالظبط، عشان نبقى متفقين. الجرح بيكون فين؟ الجرح بيبقى في البايسبس زي الخياط الهندي، ما ينفعش يكون من جوه، بيبقى ساعات في الاجزله. احنا عملنا مثلا في الاجزله كم مره، لكن لما تبقى الترهل بسيط تمام، يعني تمام. حاجه بسيطه، يعني لو ترهل بسيط بيبقى في الحته اللي هي بالظبط، بيبقى زي حرف سي كده في الاجزله بالظبط، لو شديد شويه بيبقى في الدراع من جوه. طب انا بشكرك يا دكتور اشرف، ربنا يخليك، هنسيبك ونروح نشوف تقرير لحالات للمركز الطبي، ونشوفك ان شاء الله في حلقه جايه. دكتور اشرف سمعان استشاري جراحه التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي، يلا بينا نروح نشوف التقرير. هحكي لكم حكاية. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول، لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت، دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. رجل على رجل، وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. شكرا قوي للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية.
طبعا ده مشوار بالنسبه لك انك تروح تجيب الكوره. ما انت مش مهتم بجسمك خالص. ما تهتم بجسمك وصحتك مع المركز الطبي الدولي. المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب. أحلى واحدة في عين جوزك؟ عاوزاه يشوفك أجمل إنسانة في الدنيا؟ تعالي مركز نبض وكوني أنت الأولى دايماً في حياتك. مركز نبض، خبرة طبية بمنظومة عالمية. Massey Gerigold is the most effective product for youthful-looking skin. It can take 10 years off your skin and revive it to be youthful again. Massey Gerigold is a special product made of 23-karat gold, caviar, and 50 other ingredients. What are you waiting for? Get the youthful skin you've always been dreaming of now with Massey Gerigold. With Massey Duragold, your skin is more precious than gold. Massey Duragold from Massey Farm, Egypt. لا ورجعنا مع الفقره الجميله اللي كلنا بنستناها وفقره بشرتك مع ماسي. واسمحوا لي ارحب بضيفتي وصاحبتي دكتور دينا ابو السعود المدير الطبي لشركه ماسي فارم. ازاي كده ندونا؟ ازيك يا لازم كده نقعد نرغي نرغي أيوة. نرغي في الفصل وكلامنا يطلع على الهواء بالاخر. لا بس كويس كان قبل الهواء منظرك كان هيبقى مش لطيف خالص. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وحشتيني وكل جمهور دريم وحشوني بجد يعني. بصي بقى انت دلوقتي بقى يعني ماسي دورو جولد بقى حديث المدينه. شفت حديث المدينه ده؟ تخيلي يا يمنى حديث المدينه جوه مصر وبره مصر. وبره مصر لقيت في دول عربيه يعني ناس صحابي قاعدين في دول عربيه في شتى كذا دوله عربيه بيكلموني يقولوا لي ايه موضوع ماسي دراجولد اللي بيصغر في السن 10 سنين. احنا قاعدين في كل الدول دي ما فيش منتج زي ماسي دراجولد يعني. فبجد عامل كفاءه حلوه جدا. بصي هو معظم الناس اللي شفتها الناس مبسوطه جدا وعايزه تعرف معلومات اكتر وناس ايجابيه الى حد ما. ده غير الناس السلبيه اللي ممكن تكون بنفسنا شويه يعني ربنا معاهم بقى دول مش دعوه بيهم. والله طبيعي يا يمنى يعني بالعكس عارفة. انا حتى لو لقيت ناس يعني فعلا زي ما بتقولي بنفسنا ده بالنسبه لنا نجاح بالظبط كبير. ده نجاح. يعني مفيش حاجه بتنجح غير لازم يبقى ليها اعداء او منافسين. صحيح. ده اكيد بالزبط. فانا باخد السلبيات دي ايجابيه بالنسبه لي وبالنسبه لماسي دراجولد وده شيء كويس. وعايز اقول للناس يعني ايه يخليهم في حالهم يعني ما يشغلوش بالهم بالناس التانيين. احنا عمرنا انت عارفه انا بقالي سنين يعني انا كنت في صدى البلد وفي سي بي سي وجيت هنا متابعاكي انا معجبه بيكي من زمان انت حبيبتي. عمري ما شغلت بالي ان ارد على حد مثلا خالص ولا انا في طريقي والله. حتى وانا في جامعتي يعني ببقى مركزه قوي في دراستي. وانا على فكره الاولى على دفعتي كنت عايزه اقول أيوة للساده الجمهور ان انا اخر سنتين كنت الاولى على دفعتي. كنت انت يعني مذاكره انت شكلك انا ما كانش لي حياه اجتماعيه اصلا يعني انا بخلص المحاضرات معمل بالليل مذاكره ما عنديش حياه اجتماعيه. فاي حد يقول ايه ده دينا جايبه امتياز في كل المواد ما بركز انا قطر وبمشي وماليش دعوه بالسلبيات دي خالص. عشان كده احنا وانتي يعني انا في برنامجي وانتي كدكتوره دينا عمرنا ما هنتكلم على حاجه الا اذا كنا متاكدين مليون في الميه بالزبط. ان هي حاجه محترمه طبعا كويسه طبعا محترمه ومترخصه من وزاره الصحه المصريه. وزاره الصحه المصريه اخذت كذا بو وعملت عليها تستات
وقالت ان هو فيري سيف وينفع ينزل للماركت ومترخصه من الاتحاد الاوروبي. وكمان انا كدكتور وانتي كيومنا وقناه زي قناه دريم قناه محترمه لا يمكن هنطلع منتج غير واحنا عارفين ان هو طلعوا لنا التقاريح على الشاشه. بالزبط. انا عارف انتوا قعدتوا اخذتوا 6 سنين ابحاث ودراسات علشان تطلعوا ميسي درو جولد. وعايزه اقول لك يا يومنا بجد لو احنا فتحنا تليفونات على الهواء كميه ناس هتشكر بجد لان الناس الحمد لله كتير سيدات ونساء وبنات اشتروا ماسي درو جولد وكلمونا في السنتر مبسوطين جدا 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 من نتائجه. والنتائج بتبقى بسرعه يعني اللمش دايما يقولوا لي في خلال قد ايه يعني احنا هنستخدمه مثلا النهارده هنبدا نحس بالنتيجه بتاعته بعد قد ايه. احنا لو استخدمناه النهارده هنحس بالشد وقتها في ساعتها بجد شد بس هو مش الشد مثلا اللي هو الجراحه شد حلو قوي. ممكن انت مثلا تحس ان وشها يعني نازل شويه فلما تلاقي وشها كده مشدود بتتبسط قوي. عايزه اقول لكم رهيب في الحاجات الخطوط اللي بتطلع الفاين لاينز دي في العين بالزبط. اللي هنا ده النيزوليبيال ده فظيع فيها فظيع. اي خطوط دقيقه عتوانس بتحسوا ان هي خلاص مش موجوده. الخدود السطحيه والخدود الدقيقه بعد فتره فعلا بتتملي بالكولاجين والهيالورونيك اسيد ماده الفيلر وماده بتشتغل زي البوتوكس والكلام ده كله بيملى. وكمان الكافيار بيعلي مناعه الجلد كويس قوي فحتى الخروم المفتوحه او المسامات المفتوحه بيملاها. بالنسبه للتجاعيد العميقه قوي هيحسنها كويس قوي لكن هي لو عايزاها تتلاشى بتحقن فيلر او بوتوكس. لكن لو استخدمت بقى ماسي درو جولد مع الفيلر والبوتوكس هيديها نتيجه اكتر من ممتاز هيكون حلو جدا وهيعزز مده الفيلر والبوتوكس. وفكره انه دايما احنا بنقول 10 سنين هتباني اصغر من سنك. بالزبط. يعني لو انت سنك 50 هتباني 40 بعد ما تخلص ماسي العبوه بتاعت ماسي درو جولد. انا عايزه حتى افرغ لان عايزه اقول للناس ان هي بجد كبيره يعني 120 مللي في براندات تانية في السوق على فكره 15 مللي فقط 15 مللي قد كده وبتبقى قريبه من ماسي درو جولد. فانا عايزه اقول 120 مللي يعني وفيها كل الكومبوننتس وهيعالج لك كل مشاكل البشره وهيديكي نضاره يعني عارفه نضاره فظيعه. وكذا حد كلمني بيقول لي وشنا على طول بينك وشنا احمر ده عادي هو في فعلا بيعمل كده يعني ما بتحتاجش ميك اب ولا بتحتاج بلاشر. ناس كتير بتحس ان بنات يعني او رجال وشهم شاحب قوي بيل لكن ماسي درو جولد بيدي نضاره فظيعه من الذهب اللي موجود فيه من الكافيار وكمان جرانتي في شهاده ضمان ان هو يحتوي على جزيئات ذهب. يا جماعه ذهب مش ميه ذهب يعني يعني اصلا لو انا حطيته وعملت كده هلاقي كله بارتكلز ذهب كله جزيئات ذهب والجزيئات الذهب دي بتمتص بسرعه جدا. هو فعلا ده اللطيف ان الواحد بيحطه بالزبط. يعني مثلا بحط بالليل اصحى الصبح الاقي كله شرب وشي شرب الذهب والكافيار وهو 58 كومبوننت والسيراميد مكون رهيب. هو السيراميد ده بقى اللي معمول عشان يصغر 10 سنين وعلى فكره والذهب كمان وملكه كليوباترا كل يوم كانت بتحط ذهب. انجلينا جولي احنا عايزين نقول ان كل مكون يدينا بيعمل على يعني بيشتغل على حاجه معينه طبعا يعني الذهب بيعالج مشاكل طبعًا. كتير قوي طبعا. لا الذهب ده قصه يعني بيقلل الميلانين فبيقلل التصبغات بيجري الدوره الدمويه بيحفز على انتاج كولاجين بيحفز على انتاج خلايا جديده من البيزل سيلز اللي هي الخلايا السفليه خلايا جديده من غير سموم من غير شوائب خلايا صحيه بيدي الصحيه ونضاره للبشره بيعلي الالاستيستي كل الكلام ده بيعمله الذهب. الكافيار يعمل ايه بقى رطوبه بيعمل كافيار مليان بالفيتامينات ومليان بالانتي اوكسيدنت اللي هي الانتي اوكسيدنت مليان بالاحماض الامينيه بيعلي مناعه الجلد جامد جدا و70% منه ميه بيعمل رطوبه جميله بيعالج الاكسده بتاعه الوش نتيجه التدخين او الشمس بيطلع حاجه اسمها فري راديكلز دي اللي بتعجز الوش فهو بيمنع اكسده الوش بالظبط. فكل الكلام ده بيعمله كافيار نضاره بيمنع اكسده الوش بيحارب التجاعيد انتي ايج بيحارب اللي هو الشيخوخه المبكره كل الكلام ده بيعمله الكافيار. والسيراميد السيراميد بيصغر في السن خلاص السيراميد وهم لو اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يكتب بس سيراميد 3 على جوجل هيلاقي ان السيراميد 3 دكتور اوز قال ان هو دروب دي جيت فروم سكن يعني دروب 10 سنين من السكن ده السيراميد. طبعا هو مش سيراميد بس ده فيه ذهب وفيه كافيار وفيه كولاجين وفيه هيالورونيك اسيد وفي ماده واقيه للشمس كمان يعني ممكن يتحط الصبح ما فيش ممكن يتحط الصبح لكن لو اتحط بالليل انا يعني بحبز ان هم يحطوا سان سكرين او سان بلوك الصبح. هو انا بس انا بحط مره بالليل بحس بالزبط. انها كافيه جدا تعمل مفعول بس هو اقول لك في ناس حساسه جدا 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 من الشمس يا يومي فانا ببقى عايزه يعني البيشنت او الكلاينت يبقى بخاف عليهم قوي فهو في ماده من مواد واقي الشمس لكن مثلا السان سكرين بيبقى هو
واقي شمس كله سبيشال يعني بيبقى فانا بتكلم على الناس اللي وشها حساس، لو حطيته بالليل تحط الواقي الشمس بتاعها الصبح ما بيتعرضش، لان في كذا حد سالني هل يتعرض، لا يتعرض مع اي كريم. عايزه تحطي الدري كريم بتاعك الصبح لا يتعرض، لكن هو ماسي درو جولد كافي لانه في جليسرين بيدي كمان رطوبه جميله، في كافيار، لكن عايزه اكتر ما عنديش مشكله انك انت تحطي الدي كريم او السان بلوك بتاعك الصبح. عايزه تحطي ماسي دورو جولد الصبح مش هتحتاجي تحطي اي ميك اب خالص، هو فعلا مش يعني بيدي نضاره حلوه. وانا بحس ان الفاونديشن ساعات بيكتم الروح، يعني انا بحس بكده بيكتم شويه، لكن الماسي دورو جولد هتبقي زي القمر وفي روح كمان يعني. فماسي دورو جولد الحمد لله عامل طفره حلوه قوي في مصر، وبعدين اكتشفت ان هو جوه مصر وبره مصر، يعني بلاد بقى مش خليجيه بس، ده بلاد يعني بره يعني في اوروبا وكله بجد يعني كلمونا برده عشان بيعملوا ري اوردرز من عندنا، عشان كنت عايزه اقول هو مش موجود في الماركت خالص، موجود في شركه ماسي فارما. يعني عارفه يقول لك ايه، برده جات لي اسئله كتير، اشتريه منين الصيدليه او اشتريه الاقيه فين او لا هو موجود بس يا يمنى ولساده الجمهور في ماسي فارما فقط، اللي هي ايه ارقامها موجوده على الشاشه. هو عايزين يعملوا اوردرز يجوا يكلمونا على الارقام الموجوده على الشاشه، بس مش موجود في الماركت ولا في الصيدليه. ليه مش موجود في الماركت ولا في الصيدليه؟ عشان في ناس من بعيد عارفه، لو هو بنخاف نحطه في اي ماركت، حد ممكن قوي حد يشتريه ويقلده بقى في اي بلد تانية، فبيتقلد بالظبط. يعني انتوا شايفين دلوقتي كل حاجه بقى فيها المضروب ده، حتى البوتوكس والفيلر بقوا يضربوه يعملوه مضروب. والله سمعت قبل الهوا دلوقتي، شفتي دكتوره شيماء وهي بتقول يعني يعني فعلا لا ناخد الحاجه بقى من مصدرها الرئيسي، من مصدرها الرئيسي احنا اللي هو شركه ماسي فارم هي الوكيل الحصري لماسي درو جولد من المصنع اللي موجود في سان مارينو في ايطاليا، احنا الوكيل الحصري، البيع جوه مصر وبره مصر فجميع انحاء العالم ما عدا ايطاليا. تمام. فاحنا بنحب كده ان احنا نبقى متاكدين جدا ان العبوه اللي هتروح للكلاينت او البيشنت تبقى اصلي. تمام. وده شيء مهم جدا ويحترم في الشركه بتاعتك طبعاً. ده علشان يعني بصراحه انا كل اللي سالتهم مبسوطين يعني لحد دلوقتي، ودايما بقول لك انا بحب اسال. ده انا عايز اقول لك صحابي كلموني اخذوا ماسي دورو جولد مبسوطين جدا، يعني اللي عندهم هالات سودا بدا يتفتح. في بيشنت كلمتنا برضو على الكول سنتر عندها بقعه سودا حطيته على ايديها اتفتحت البقعه السودا اللي عند الايد. لا ده اختراع، انا بقول لك ليه استخدامات كتير قوي، طلع ليه استخدامات كتير. طبعا ماسي دورو جولد قعدنا 6 سنين نعمل الكلينيكال ترايلز عشان ندي نطلع منتج اكتر من ممتاز وبيعالج كل مشاكل البشره. انا بشكرك يا دندون على وجودك معايا كده، ببقى مبسوطه دايما. شكرا لضيفتي العزيزه دكتور دينا ابو سعود المدير الطبي لشركه ماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت، بنقابلكم كل يوم على مدار السبع ايام في الاسبوع الساعه 3 عصرا، والاعاده بتكون تاني يوم الساعه 8 الصبح، واللي ما لحقش الاثنين يشوف بقى الحلقات كلها على اليوتيوب هتكون موجوده. مبسوطه بكل الستات والبنات اللي بعتوا لنا على الفيسبوك، سواء صفحتي يمنى طولان او صفحه تغير مع يمنى، وان شاء الله قريب جدا هنعلن عن الفايزين وهنوه عن ده قبلها. انا بشكركم جدا واشوفكم بكره وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم.